يا سيف، ده قرار ولازم يتنفذ. معليك، قلت لك القضيه دي قضيتي والمساله بالنسبه لي مساله حياه او موت، موضوع منتهي. انا عايز اعرف انت مكبر الموضوع ليه؟ ما تسيبهم يا سيدي يشبعوا بيه، اهو على الاقل نرتاح منهم شويه. معليك، ما حدش هيقبض على الواد ده غيري. هجيبه مهما كان الثمن، اجيبه بقى حي اجيبه ميت مش هتفرق ساعتها، بس اوصل للواد ده. يا باشا، ده ابن صبره، ابن صبره اللي سهرني ليالي. معليك، ده هز سمعتي في الداخليه. هو انا شويه يا باشا، ده انا العقيد سيف الحديدي، يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اضيفه، ومعليك عارف واجب الضيافه. عمرك في حياتك ما شفتيها، انا متاكد ان انت هتشكري عليها. عندي يا بنت 2 مليون، واحد 170 حصان والتاني 175. انا هسيبك بقى تحس الفرق. فين يا بنت؟ معرفش، وحتى لو اعرف لو موتتني مش هقول لك. ليه؟ سلام، موتك انت هترتاحي. طب لما انت تموتي انا استفدت ايه؟ انا بحر واحد بس اتقلقتي، هوريك الرجاله الصح. واني واني عمرك يا باشا، عايزك تظبط المزة. احسن بدي فاكرة ان ادب عبد الحي 10 رجالة في بعض، مفهوم؟ لا لا لا، اما تخلص لا تدخل صار. لا لا لا، الحمد لله يا جماعة، الحمد لله يا صبرة، المحامي فرحني وقال لي كل الادلة لصالح ادم. الهي ينصرك يا ادم يا ابني، ويفك كربك قادر يا كريم يا رب يا رب. لا ومش كده وبس، ده كمان كل الناس اللي شافوا الفيديو هيقفوا معاه، ده غير انهم عملوه صفحة تضامن على النت. ربنا يحفظك يا ادم ويخرجك من ورطتك على خير يا رب. ان شاء الله ربنا هيخرجه. ادم طول عمره نيته سليمة وقلب ابيض، عمره ما اذى حد. طب بمناسبة الاخبار العلوة دي، ايه رأيكم بقى انا عزيمكم كلكم على رز بلبن بالقشطة؟ عقولة كلنا؟ انت يا بابا ليه؟ هو انت لاقي فلوسك في الشارع ولا ايه؟ يلا، انت متأكدة من درجة حرارة ابوكي ولا ايه؟ خير الله ما جعله خير يا رب. ما تفتح يا يحيى، هتفتح الباب يا ولاد. خير يا رب. ايه ده؟ هتقولي الناس دي كلها، يلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده ليه؟ احنا قاعدين في حالنا ما عملناش حاجة، هتقبضوا علينا ليه؟ رخامة، انت مش من هنا ولا ايه يا روح امك؟ امي ايه؟
لا من هنا باشا. هدول امه واخواته ومراته والواد لاقر عليها. صباحية مباركة عروسة. ها سطي طهر يا وين؟ انت مش بني ادم. بكرة اللي بتعمله ده يتعمل في مراتك وامك واختك اللي زيك ده يتوقع تبوزك. أدم عبد الحي فين يا مارا؟ اوعي تقولي لي مش عارف. لا أعرف. أنا فخور بيك يا نانسي. فين بقى حبيبة عمه؟ عند أمك. ولا أقولك تلاقي عند مراتك في البيت. بتعملي في نفسك كده ايه؟ يا بنت انت بنت ناس، فوقي لنفسك! ده حتة صايع ارهابي معفن افعصه تحت جسمتي! يا بنت فوقي ايه؟ انت بنت ناس، لا من مستواكي ولا من بيتك ولا من دينك! بس راجل، وانت طبعا ما تعرفش يعني ايه راجل مش كده؟ السلام عليكم يا حاج. سلام. النبي اديني شاحن تخين بتاعك. تحت امرك. ده ب 7 جنيه وعليه 2 جنيه خاص. حاج انا ما كنت حاسرق التليفون بتاعك. بس ضميري ما توعنيش، انا محتاج تليفون وشريحه باي شكل، ارخص تليفون عندك. والله العظيم يا حاج ظروفي صعبه، ربنا ما يوري ولادك يوم واحد من اللي انا شايفه، ورحمه ابويا اللي اجيب لك فلوس كده. راجل يا روح امك. أنا مش قادر أفهم، أنتوا ليه مش قادرين تفهموا يعني إيه نظام؟ ليه متصورين إنكم ممكن تتحدوا النظام؟ مش عارفة أصلاً يعني إيه نظام؟ شكل كده مش عارفة. أنا أقول لك، نظام يعني حاكم ومحكومين، السلطة والطاعة الحاكم والأمر الحاكم والقرار الحاكم. أما المحكومين بقى مش مطلوب منهم غير حاجتين، السمع والطاعة، لأن هم أصلا مش عارفين مصلحتهم فين. الوحيد اللي يعرف مصلحتهم هو الحاكم. Thank you.
علاقه ان انا خسرت ليه النهارده؟ ما هو انت السبب في اللي احنا فيه ده. ما انت لو كنت ركزتي وانت بتخلفي كنت خلفت لنا عيل كويس، مش عيل معفن زي اللي اسمه ادم ده. مالها خلفه البنات؟ حلوينهم لهم، تعالوا يجوا اتعلقوا بيتعلقوا. نعمل الواد الوزير ده مش عايز يجي لي، بس هجيبه. ده كنت جبت امه مش هجيبه؟ دي مره مش محترمه يا صبري، عشان ما عرفتيش تربيه. خلاص خلصت كل اللي عندك يا بيه، بس انا بقى عايز اسالك سؤال. ترضى حد يعني في امك اللي بتعمله في ايه ده؟ لو امي خلفت ادم هجيبها هنا معلقه. متهم بتهريب ارهابي خطر ومساعدته على الفرار من العداله. ما حصلش سعادتك. يا فندم انا قاومته لاخر نفس، بس هو خدني على اخوانه وضربت عليه نار بس هرب في الاخر. امال ليه العقيد سيف الحديدي وهو رئيسك المباشر بيتهمك بالتقصير في اداء عملك ومخالفه حدود وظيفتك بقرار اخراجك للمتهم لتلقي العلاج في مستشفى خارج الجهاز؟ يا فندم